كام مرة اتكلمنا على مسألة غزارة، شوف بقى هنا بقى، غزارة الإنتاج المصري من العقول. مصر أكتر دولة تنتج العقول، ده بجد مش هزار. وبالمناسبة يعني، وده أنا أفتكر أظن أن أنا قلته قبل كده، الكلام ده هتلاقيه منشور في أكتر من مكان على مسألة أنه مصر هي صاحبة أكبر عدد من الباحثين، أنا مش بقولك بقى طلبة حتى الجامعة، باحثين ماجستير ودكتوراه وباحثين ما بعد الحصول على شهادة الدكتوراه في الجامعات في العالم. مصر صاحبة أكبر عدد. النهاردة هنتكلم عن الدكتورة داليا شتا. الدكتورة داليا شتا خدت جايزة أمريكية لأفضل مشروع بحثي قدم للمؤتمر العالمي، مؤتمر اسمه The American Society of Hematology. الجايزة حصدتها أو حصلت عليها الدكتورة داليا علشان وصلت لإيجاد علاج لعدوى فطرية بتصيب الرئة بشكل خاص لدى مرضى الأورام الخبيثة أو مرضى السرطان. كمان المرضى اللي بيتلقوا علاج قد يؤدي إلى ضعف المناعة. عايزين نتكلم عن تفاصيل القصة دي؟ طب نعرفها من مين؟ أكيد هنروح على زوم ونكلم دكتور داليا شتا والمعيدة في قسم الميكروبيولوجي والمناعة بصيدلة المنصورة. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف. إزاي الصحة؟ أولا مبروك على الجايزة، ده نمرة واحد. الله يبارك في حضرتك، شكرا ليك والله. كل احكي لي ايه الحكايه بتاعت البحث بتاعك وتوصلك لهذا العلاج؟ الاول ايه هو المرض وايه هو البحث والعلاج ده ايه؟ هو البحث بيركز على العدوى الفطريه، زي ما حضرتك قلت، العدوى الفطريه اللي بتصيب الرئه في مرضى السرطان او مرضى ضعف المناعه بشكل عام. هي الفترة ده موجود، يعني هو مش حاجة جديدة، هو موجود وإحنا نفسنا كأشخاص سليمة بنواجهه كل يوم، بس إحنا إن جسمنا أو مناعتنا قوية كفاية إنها تقدر تهاجم المرض ده، ولكن في مرضى السرطان أو مرضى ضعف المناعة مناعتهم ضعيفة جدا لدرجة إن هي مش بتقدر تقاوم الفترة ده، وبيصابوا بيها المستشفيات بشكل كبير جدا. ومشكلة العدوى دي إن هي بتسبب وفاة تقريبا حوالي 50% أو بتوصل أحيانا 70% في المرضى دول. وحتى الآن كل الأدوية اللي متاحة واللي بتستخدم لعلاج الفطر ده اللي هي مضادات الفطريات مش فعالة كفاية بسبب مقاومة الفطر ده. فملخص كده، أنا البحث بتاعي فكرته إن هو يوجد دواء أو يوجد علاج يقدر يقاوم الفطر ده ويقدر يوفر الوقاية للمرضى دول، بسبب إن هو أو فكرته إن هو بيشتغل بطريقة مختلفة تماما عن الأدوية المتاحة دلوقتي في السوق أو متاحة لعلاج المرض ده. فده انا شغاله عليه اوريدي من 4 سنين، من وقت بدات الماجستير بتاعي، وتوصلنا الحمد لله نتائج كويسه جدا. على انا بدات الاول على فئران تجارب طبعا، لان اي مشروع بحثي بيبدا الاول قبل ما تبدا تجرب على البني ادمين بتبدا على حيوانات تجارب. فبدات على فئران تجارب، وحاليا حتى توصلت ان انا بشتغل على عينات من الرئه بتاعه مرضى السرطان اللي في المستشفى التابعه للجامعه اللي بعمل فيها رساله الماجستير بتاعي. دي بتعتبر المرحله الثانيه، يعني بتتدرج مرحله بدايه من حيوانات التجارب وبعد كده عينات، وبعد كده بتبدا بقى تدخل مرحله ثالثه اللي هي الكلينيكال ترايلز او تجارب سريريه، يقدروا بقى يجربوا بيها الدواء ده على امراض فعليا على مرضى. احنا اصبح متاح عندنا. كملي طيب الاول، كملي. بس فهو الحمد لله النتائج اللي وصلت ليها حتى الان سواء على حيوانات تجارب او على العينات دي كانت مبشره كفايه، او ادت نتيجه بوزيتيف او ايجابيه، او ورت بمعنى اصح فاعليه للدواء ده للحمايه من الفطر ده. فبالتالي مشرفي شجعني ان انا اقدم على المؤتمر ده، لانه شايف ان انا النتائج اللي معايا كافيه جدا ان انا اتقبل في المؤتمر. فانا قدمت عليه، وكان بصراحه مجرد القبول في المؤتمر بالنسبه لي كان حاجه كبيره، يعني مش بس الجائزه، لا، مجرد القبول ان انا اتقبل من ضمن اكثر من 5000 بحث بيتقدموا كل سنه، وبيتحطوا في لجنه بتقيم الابحاث دي وبتحدد ايه بيتقبل وايه لا طبعا. وبعد كده كمان في زي
تقييم اعلى عشان يحددوا قد ايه او مين البحث اللي يقدر ياخد جايزه ومين البحث اللي يقدر يتقبل ولكن بدون جايزه. فبالنسبه لي الجايزه كانت حتى قيمه تقديريه اعلى كمان من مجرد وجودي في المؤتمر. طبعا طبعا طبعا. طب دكتور داليا، يعني انت اصلا اتخرجتي من صيدلة المنصورة، بالظبط، ايه اللي انا ودي؟ خريجه قسم، كملي كملي اتفضل، يا فندم. خريجة قسم، ايوه خريجه قسم الميكروبيولوجي والمناعه صيدله المنصوره. فانا طول عمري يعني حتى ايام وقت الدراسه في الكليه انا بحب المناعه، دي حاجه لافته اهتمامي من وقت دراستي. وبعد ما خلصت بدات اوريدي الماستر بتاعي في جامعه المنصوره، وقعدت قعدت لمده سنتين. بس بعد يعني خلال السنتين دول انا كنت شغاله على مشروع في نفس الوقت انا نفسي اسافر واكمل واحاول اكبر، يعني افتح لنفسي طريق كمان اكتر. فقدمت وسافرت وبدات مثلا من اول وجديد بعد ما كنت اوريدي قضيت سنتين في الجامعه. كان الحمد لله الجامعه كانت مساعداني جدا، يعني ما كانش في اي مشكله ان انا اقدر اخد اجازه دراسيه اطلع اخد الماجستير والدكتوراه بتوعي من بره. حتى الان انا لسه على قوه جامعه المنصوره، يعني لسه معيده قسم مايكروبيولوجي في جامعه المنصوره. ما شاء الله. فطلعت اخدت الماجستير الحمد لله في نفس المشروع وكملت، او نفس البروجكت اللي انا شغال عليه دلوقتي. ومشرفي عرض عليا ان انا اكمل الدكتوراه في نفس المعمل البحثي، فانا لسه مكمله لحد دلوقتي معايا على نفس المشروع. فانت بعتي المشروع البحثي بتاعك لجوليوس ماكسيميليان وخدتي من هناك الماجستير وهتكملي معاهم دكتوراه. هو المشروع اللي انا سافرت عليه كان مختلف عن اللي انا كنت بداته في مصر، آه. يعني ده كان مش سهل ان انا اقدر اسافر بنفس المشروع. يعني انت بتقدم على مشروع بره بس بتحاول تشوف ايه اكتر حاجه مناسبه او ملائمه لشغلك في مصر. فانا كان بالنسبه لي القسم بتاعي بيتيح ليا ان انا اشتغل يا اما مايكروبيولوجي او اميونولوجي المناعه، المايكروبيولوجي او المناعه. فانا لما جيت سافرت قدمت على مشروع خاص بالمناعه، بالمناعة. وفي نفس الوقت بيربط ما بين كده وما بين كده لان هو شغال على عضوة فطريه. فانا ربطت بين الناحيتين لما كويس بدات خالص. تاني من اول وجديد في المانيا اول ما وصلت الماجستير بتاعي. حلو جدا. طيب انت هتخلصي البي اتش دي بتاعتك او الدكتوراه بتاعتك هناك في جامعه جوليوس ماكسيميليان، صح كده؟ بالظبط هتعملي ايه بالظبط، بعد كده بقى ان يا شاء دكتور الله داليا؟ المفروض السنه الجايه باذن ان الله. شاء الله بمنتهى ان التوفيق. شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، يعني البلان بعد كده الخطه بعد كده باذن الله انا المفروض ارجع تاني الجامعه في مصر ان شاء الله، لان ده هيبقى خلاص انا ده الهدف من السفر او الاجازه اللي انا اخذتها الدراسيه دي، كان الهدف منها ان انا احصل على درجه علميه وبعد كده هرجع باذن الله استلم شغلي في الجامعه في مصر باذن الله انت مسافره اول بعثه ما اخلص يعني. ولا منحه انت قدرتي تحصلي عليها بشكل منفرد؟ انا مسافره منحه بتسمى منحه شخصيه، فانا قدرت احصل عليها بشكل منفرد ولكن ما زلت بتلقى دعم من جامعه المنصوره. فهي مش بعثة ولكن منحة بدعم من الجامعة، بدعم من يعني أنا لسه الجامعه. على قوة الجامعة لسه مسجلة في الجامعة وكل حاجة ولكن مش بعثة، هي يعني اسمها تسمى منحة شخصية. طيب انا برضو صححي لي المفاهيم، خلي بالك انا ولا باحث ولا دكتور ولا افهم في المناعه ولا الحاجات دي، لا لكن انا اتفضل بحاول طبعا افهم منك اتفضل قدر مفيش أي الامكان. مشكلة. دلوقتي بطبيعه الحال بعد الانتهاء من التجارب السريريه والمناقشه المطوله والتجربه الى اخره، هيبدا الدواء ده يبدا يدخل بقى في اطار الاعتماد، بس اللي هيقدم ده هيبقى المركز البحثي التابع لجامعة جوليوس ماكسيميليان اللي بتدرسي فيها واللي بتقومي فيها بهذه الأبحاث، صح كده؟ بالظبط، بس الاكسبشن هنا او يعني الحاجه هنا ان انا طلبت، يعني لما جيت قدمت البحث بتاعي في المؤتمر في امريكا البحث بتاعي تحت الاسم الجامعه جامعه المنصوره عليه، مش بس اسم المعمل البحثي اللي انا فيه. هو يعني انا ده طلبت من المشرف بتاعي ان انا احط اسم جامعه المنصوره كمان بجانب الجامعه يوليوس ماكسيميليان يونيفرسيتي فيرتسبورغ اللي انا جزء منها دلوقتي، ولكن انا ما زلت تبع جامعه المنصوره. حلو. فهو ما كانش عنده اي مشكله بصراحه. فهو البحث حتى البوستر او البحث لما يتنشر او يبقى موجود على الويب سايت بتاع المؤتمر هيبقى عليه اسم الجامعتين، وبالتالي رائع. اي حاجه بتخرج مني او تحت اسمي هتبقى ليها الاحقيه ان هي تتحط للجامعتين مش بس الجامعه هنا في المانيا. عملتي كده ليه بقى؟ ده بيت القصيد. والله لان انا يعني انا درست حياتي كلها، يعني حياتي كلها درست في مصر سواء من اول ابتدائي لغايه ثانويه عامه لحد ما دخلت الجامعه، انا كل دراستي في مصر، العلم اللي اخدته ده كله اللي درسوه لي دكاتره مصريين في جامعه مصريه.
انا متخرجه من كليه صيدله جامعه المنصوره، لولا الباك جراوند او المعلومات اللي عندي او اللي انا اخذتها من دراستي في الجامعه دي ما كنتش اعرف اسافر. يعني انا لما وصلت، ودي حاجه انا بجد يعني كنت دايما اقولها في الاول لما وصلت المانيا وبدات ادرس، لا احنا بجد واخدين او اتعلمنا صح. يعني احنا عندنا باك جراوند، عندنا بيس كويسه جدا جدا تقدر تساعدنا هنا. يعني انا كنت دايما بستغرب، يعني طبعا احنا كلنا دايما نسمع عن الدراسه بره وعن التعليم وعن كل حاجه، طبعا التعليم ده كويس وكل حاجه، ولكن لا احنا عندنا تعليم كويس جدا جدا كمان، انه يأهلني ان انا امشي. يعني انا الحمد لله ما واجهتش الصعوبه في الدراسه، يمكن الصعوبه الوحيده اللي قابلتني في اول ما بديت اللغه بس، لكن انا محتاجه اتعلم لغه، لكن كدراسه الحمد لله ما كانش في اي صعوبه، عادي مذاكره زي ما بنذاكر في مصر، ومجهود شويه زي ما بنعمل في مصر. بالعكس كنت بحس احيانا ان احنا في مصر يعني كمان بناخد او بيبقى عندنا لود مذاكره ولود مجهود اكتر كمان من هنا. فيعني احنا بالنسبه لنا الكلام هنا ده عادي، احنا متعودين عليه في مصر، ده ليه؟ انا مش عارف اقول لك ايه. فلازم اولا ارجع الفضل يعني في الاخر لمصر. يعني برافو برافو برافو، كل التهنئه العقليه قبل القلبيه بصراحه باللي انت عاملاه ده، ميرسي والتهنئه حضرتك، ميرسي حضرتك. القلبيه كمان لانك انت اصريتي على وجود جامعه المنصوره في البحث المنشور أكيد بتاعك، وده كمان اظنه يضيف نقاط الى جامعه المنصوره من حيث فكره الابحاث المنشوره باسمها، فده كمان بيرفع الرانك بتاع بالضبط. المنصوره طبعا شيء بشيء، يعني طبعا حاجه تفرح. انت جدعه يا داليا قوي قوي يعني، او يا دكتور ميرسي داليا لو حضرتك، انا استخدمت اللقب ميرسي. حقيقي، وعقبال الدكتوراه. لا طبعا ألكم اشكرك ميرسي، ربنا يخلي حضرتك يا رب بإذن الله. اشكرك ميرسي اشكرك يا حضرتك، داليا، ده ميرسي. المنتظر الحقيقه من المصريين الجدعان الاصلة اللي زي الدكتوره داليا شتا المعيده بقسم الميكروبيولوجي والمناعه بصيدله المنصوره، التي حصلت على درجه الماجستير وفي اطار الحصول باذن الله على درجه الدكتوراه من جامعه جوليوس ماكسيميليان بالمانيا الاتحاديه.